الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. تفضل شيخ. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا الصالحة لوجهك خالصة. أمين. ولا تجعل لحظة فيه غير شيء. أمين أمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله. عمتنا مس أنا أريد أشيد بموقف حجر. بأقول لكم من العشاء ينتظر. وأنا بساعة أدبي أطلت عليه جدا. لكن أنا متعب عمال أجر نفسي من شدة البرد الذي أنا فيه. أريد أن أغير ثيابي حتى عشان أبدأ الدرس. وعلى الصباح ما أكلتش. فأطلت عليه فأغفر الله لي. نعم شيخ. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة رحمة ونفعنا بعلومه وعلومه صحيح. نقرأ من أول القسم الثالث عشان يبقى الكلام متصل ولا أقرأ القسم الرابع خلاص؟ احنا خلاص القسم الثالث. ما لو كان لحمه؟ لا لو تريد ماشي مفيش مشاكل. ولا أخذ القسم الرابع؟ مفيش مشاكل. أي أيوه ما بدأت مفيش مشاكل. القسم الثالث ما لا يؤكل لحمه ويمكن التحرز. طبعا ما يؤكل لحمه كالسباع وكغيرها من الوحوش الضارية. لكن هنا قيد تقييدا وقال ما يمكن ويمكن التحرز منه يعني لا يشق التحرز منه. نعم. قال وهو نوعان أحدهما الكلب والخنزير. نعم. فهما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما. طبعا أنا أقول أيضا هناك فائدة في قول يمكن التحرز منه أن الندرة غير معتبرة. فضل شيء. قال وما ينفصل عنهما. قال والثاني ما عداهما من سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار. فعن أحمد رحمه الله أنها نجسة بجميع أجزائها وفضلاتها إلا أنه يعفى عن يسير نجاستها وعنه ما يدل على طهارتها. حكمها حكم الآدمي على ما فصل. وهذا صحيح حكمها حكم الآدمي في مسألة العرق والدمع وغير ذلك. الشيخ مدحت يقول جزاك الله خيرا على حرصك. يعني أقول في هذا الباب عندنا أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سؤر السباع قال لها والحمير قال لها ما شربت ولنا ما إيش ما أفضلت. وقال لا تسألنا. عمر بن الخطاب قال الرجل لا تجبه لا تجبه. وقال إن نرد سباع وترد علينا السباع. فالحق العرق والسؤر والدمع على الطهارة كما كان فيه. تفضل شيخ. قال القسم الرابع ما لا يمكن التحرز منه وهو نوعان أحدهما ما ينجس بالموت وهو السنور وما دونه في الخلقة. فحكمه لحظة شيخ مش عارف مهاب مهاب أكيد قال لي كلام أنا ما أعرفه والله. كتبت شيء بدأت شرعي بتاريخ 9 مايو في ذات درس بعد أن قرأ أحد طلاب علم ثم بدأت في الشرح. أنا رأيت نور فوق النظارة فوق قاسة النظارة في جهة الجبهة نور وكأنه في شكل نجمة مذهبة تلمع. يا رب يكون بشارة خير يا رب رضي الله عنك أحسن الله لك. يا رب يكون فيه نشر للتوحيد والسنة ورفع راية السنة يا رب العالمين. أنا آسف شيخ تفضل. قال القسم الرابع نعم. ما لا يمكن التحرز منه وهو نعم. نوعان أحدهما ما ينجس بالموت وهو السنور وما دونه في الخلقة. طبعا ما يمكن التحرز منه هذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والطوافات. قال فحكمه حكم الآدمي وما حكمنا بنجاسته من الآدمي فهو منه نجس وما حكمنا بطهارته من الآدمي فهو منه طاهر إلا منيه فإنه نجس لأن مني الآدمي بدء خلق آدمي فشرف بتطهيره وهذا معدوم ها هنا. نعم هذه بفضل من ربنا ونعم. نعم كان الشيخ الدكتور تام بيحفظ لك. أنا كنت من العصر إلى العشاء وأنت تجلس في دغيدي وبدر هو نفس الحكاية وقبلي وبعدي واستمر على أي نعم ما شاء الله رضي الله عنكم. أقول هنا في قوله بأنه التي ما لا يمكن لحمه الذي لا يمكن التحرز عنه هو من الطوافين عليكم الطوافات كالسنور كالفأرة. الفأرة طاهرة أيضا ليست نجسة. كلما كان يعني يطوف بالإنسان هو طاهر وليس نجسا. نعم. وحكمه حكم الآدمي يعني ما كان من الآدمي طاهر فهو طاهر وما كان نجسا فهو يعني دمعه وعرقه و
لعابه فهو طاهر، وأما الروس والبول فهو نجس. الميتة وقال قالنا ميتته ميتة الأدمي طاهرة، لكن ميتة ما لا يؤكل لحمه نجس. وأما المني فأنا ما أدري على ذلك، لكنه كأنه يستثني مني الإنسان بقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. لذلك قال: بدء خلق آدمي فشرف بتطهيره، فكان علة التطهير شرف الآدمي، وهذا ممنوع وغير موجود في الحيوان. قال النوع الثاني كأنه يقول إيش إيش يقول أخ حجر؟ كأنه يقول إيش؟ خلق الأنبياء والمرسلين. لا لا لا، كأنه يقول: والأصل في المني النجاسة، الأصل كل في كل ما يخرج من السبيلين النجاسة، واستثني بذلك ما كان له شرف. نعم، وهذا الشرف هو هو بدء خلق الآدمي. دعنا الآن من فئران المجاري. المجاري هي اللي نجسة، لكن الفأر نفسه ليس بنجس. يعني لو صببت الماء على 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 الفأر يكون قد طهر. سيدنا بعضهم قال أن عزك الله شفاك الله عافاك يا أدلي، أنا بروز الفأر، بروز الفأر طاهر لأنه لا يمكن التحرز منه. بروز إيه؟ بروز الفأر طاهر لأنه لا يمكن التحرز منه. فهذا ما صح، وإلا الهرة نفس الحكاية، وهي الهرة أولى بذلك، لأنها التنصيص جاء عليها في أنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال النوع الثاني: ما لا نفس له سائلة، وهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته. أما ما لا نفس له سائلة فهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته، والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع لا إله إلا الله، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإنه يعني في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، وأنه يتقي بالداء فاغمسه وليشرب. وهذه دلالة أنه لو غمس أو مات، ففيها دلالة أن الماء أنه ميتته طاهرة ليست نجسة. الميتة هنا طاهرة ليست نجسة، يعني ليست نجسة. تفضل شيخ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب. نعم. قال مسألة: قال: إلا بول الغلام الذي يأكل الطعام فإنه يرش، الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش الماء، فإنه يرش الماء عليه، يرش الماء عليه، فإنه يرش الماء عليه. أرجو أن تأخذوا هذه الرؤية للأخ الكريم أو الثاني وترسلوها لمن يتقن التأويل، ما أعرف أنا. تفضل شيء. قال: فإنه يرش الماء عليه، أو يرش الماء، ما فيش مشكلة. قال: فإنه يرش الماء عليه. قال: هذا استثناء، قال: هذا استثناء منقطع، إذ ليس معنى الكلام طهارة بول الغلام، إنما أراد أن بول الغلام. ويقول هذا استثناء منقطع حتى لا يظن الإنسان أنه بعدما عمم في البول على التحريم والنجاسة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يستنزه من بوله. فقالوا: إذا كان هذا التأصيل العام فالاستثناء منه يفهم منه أنه على غير حكمه، يعني أنه على الطهارة. لكن هنا المصنف يقول: وهذا الاستثناء استثناء إيش؟ استثناء منقطع. ما معنى استثناء منقطع؟ يقول: القرينة هي الحاكمة، لأن القرينة التي تبين لك هل الاستثناء متصل أم منقطع. والمعنى هنا إلا بمعنى لكن، يعني لكن بول الغلام الذي لم يأكل لحمه إنه يرش الماء عليه. لما؟ لأنه يعني الأصل فيه التخفيف. قال: هذا استثناء منقطع، إذ ليس معنى الكلام طهارة بول الغلام. رضي الله عنك حنان، أحسن الله عليك. استثناء إيش؟ منقطع. منقطع، إذ ليس معنى الكلام طهارة بول الغلام. نعم. إنما أراد أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش. وهنا في قول لم يطعم الطعام قيد مهم جدا، والعلماء يقولون: لم يطعم الطعام ما معناها؟ ممكن يشرب عسلا، ممكن يعطيه بعض اللبن الاصطناعي، فما معنى لم يطعم الطعام؟ يعني لم يشتهي الطعام، لم يولد الطعام غنية، هذا المعنى. يعني غالب أكله ليس من الطعام. ها؟ غالب طعامه ليس من الطعام. وهو لا يشتهي، يعني لا يميل الطعام طلبا له. هذه مهمة جدا. لو مال الطعام طلبا له صار أكلا للطعام قاصدا إياه. نعم. قال: إنما أراد أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش،
وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره ولا يحتاج إلى مرش وعصره وعصر إلى مرش وعصر. وبول الجارية يغسل وإن لم تطعم. وهنا تفريقه الآن بين الصبية وبين الجارية، فالجارية أكلت أو لم تأكل يغسل بولها نجس تماما، وأما الصبي فإنه يرش ويكتفي بالرش ما لم يأكل الطعام، كما قال قتادة وقال أيضا الزهري، وهذا فيه تفريق بين الجارية وبين الغلام. والحق أن هذه المسألة معروفة، مسألة فقهية مختلف فيها جدا، ففيها قول ثلاثة، قول هما سواء، وهذا قول الثوري غيره، يعني لا بد من غسله، غسل بول الصبي وبول الجارية لأنه من النجس. هذا يعتبر يعني القول الأول. القول الثاني في هذا الباب هما سواء أيضا في الرش، وقول بالتفريق، والتفريق هو الأصل والصحيح. حديث سعيد بن أبي طالب أن النبي أمر بالرش أو النضح على بول الغلام الذي يأكل الطعام، وغسل البول الجارية على الإطلاق. قال: وبول الجارية يغسل وإن لم تطعم. وهذا قول علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق رحمه الله. وقال القاضي: رأيت لأبي إسحاق بن شاقلة كلاما يدل على طهارة بول الغلام. هذا عجيب جدا، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله. وقال الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله: يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية. سوى بينهما على أساس أن النجاسة واحدة. قال: لأنه بول النجس فوجب غسله كسائر الأبوال النجسة، ولأنه حكم يتعلق بالنجاسة فاستوى فيه الذكر والأنثى كسائر أحكامهم. والكلام صحيح في هذا الباب على القياس، وهو قال بأنه وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء وشقائق الرجال في الأحكام. فالمسألة في أصلها وأسها على التعميم والمساواة دون التفريق، ونحن نقول كما قالوا هنا استوى الذكر والأنثى في حكم يتعلق بإيش؟ بالنجاسة. لكن نحن ندور مع الشرع حيث دار المسألة على دوران الشرع، ولله حكم وشؤون في عباده، كالمصرة الأصل والقياس أنه إذا رد إيش؟ رد اللبن صحيح، ما هو اشترى محفلة المصرة تصريت اللبن فيرد اللبن، النبي قال لا، يعني هو بخير النظرين ثلاثا، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وهم قال رد اللبن، قال وصاعا من تمر. لما هنا هو خرج عن إيش؟ على التعميم، وهذا استثناء. لما؟ لأن الشرع يدور مع حيث دار عيون مقاصد الشريعة هنا، لأنه يمكن الرضا إلا بذلك، لأنه سيحدث منازعة في اللبن قيمة وكما وأيضا ذاتا، فهو ما يدري كم أخذ منه، لأنه الآن هناك لبن كان في التصرية، ولما أخذ عنده صار لبن آخر مستجد، كم الذي أخذه من الذي يعطيه لا يدري. فاصطلح أو النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما يصطلح على شيء متفق عليه والكل يرضى به. الفأر يؤكل كيف يؤكل؟ الله يديك الفأر وإن كان طاهرا ميتته نجسة، هيؤكل كيف غير لما يذبح؟ وإذا ذبح ميتته نجسة، أنت هتموتينا، أنت هتموتينا، ده كمبوديا طلعت إلى حرب الفئران الآن. الفئران لا تؤكل يا سمراء. تفضل. شيخنا، صعم التمر مقابل اللبن الذي اشتراه به وهي محفلة، ولا مقابل الثلاث أيام اللي كانوا عنده؟ مقابل الثلاث أيام اللي كانوا عنده، وأيضا هو قد استغل اللبن الذي جاءه منها، فلذلك ردها على ضمان هذا. طب ممكن حاجة؟ مش هنقول شيخنا اللبن هو جابها ب10,000، البقرة عزك الله اشتراها باللبن اللي فضلها ده ب10,000، ماشي، واللبن الذي استجد عنده في خلال 3 أيام في مقابل طعامها، ولأن الجواز الشرعي نفي الضمان. هنا هنقول الخراج بالضمان هي في ضمانه يعني، فاهمني حضرتك؟ لكن احنا بنقول المنازعة موجودة، عند الرد ستكون المنازعة خلاص، خراج بالضمان انتهى عند الرد، فعند الرد لابد ايش؟ لابد ان يردها كما كانت، وإلا فعليه أرش ما ايش؟ ما نقصت، وقد نقصت باللبن. يعني أنا صاع ده مكان اللبن اللي كان في الاثنين لأنه اختلطوا، إلا أن تقول أنا سأوفق بين هذا وبين الخراج بالضمان. وأقول أن صاع التمر ده للبن المجهول الذي كان فيها محفلة، نعم، عشان يجمع في الحالتين هذا مستثنى. مسألة الخراج بالضمان هذا عام، والذي يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم خاص، ولا تعارض بين خاص وعام.
يقدم الخاص، وهذا يدلك على أن المسألة على عموم اللبن وليس على اللبن الذي كان فيه. قال الإمام رحمه الله: ولنا ما روت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبالف على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. قال: متفق عليهما. وعن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: ألبه ثوبا آخر واعطني إزارة حتى أغسله. فقال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. قال: رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة رحمه الله: هذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل بولهما. قال: رواه الإمام أحمد في مسنده. هنا نقف عند مسائل. المسألة الأولى وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطفل في حجري فبال على ثوبي فدعا بماء فنضحه ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عائشة أنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتبع بول الصبي بالنطح أو بالرش. هذه فيها دلالة التخفيف على بول الصبي، والعلماء احتاروا في الحكمة من ذلك. قالوا: لأن الصبي تميل النفوس إلى حمله، وإذا مالت النفوس إلى حمله كانت المشقة لأنه لا يتحكم في نفسه، ويكون الأمر على 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 التوالي، فيشق على المكلف بذلك. فلذلك خفف النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أن يكون على النضح. وكان الحسين في حج النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبك ثوبا آخر واعطيني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول. وهنا التفريق جاء تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التقييد الذي جاء يعني جاء من قتادة وجاء من الزهري: ما لم يطعم الطعام، لكن لم يرد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لم يرد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيس بنت محصن القيادة لم يأخذ الطعام، هي أم قيس يعني تكلمت بحال، ولذلك قتادة فهم منها التقييد وليس كذلك. هذا واقع حال، ما فيش دليل أصلا تنصيص على ذلك، هي تصف الحال على الولد. عامة عندنا مسألتان أصوليتان هنا. المسألة الأولى أن فعل النبي حجة شرعية، فعل النبي حجة شرعية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نضح وأتبع البول الماء رشا علمنا بأن النبي يشرع للأمة أن بول الصبي على التخفيف ليس على التجديد. الأمر الثاني نقول: الراوي أعلم بما رواه، الراوي أعلم بما رواه. قتادة قال: ما لم يطعم الطعام، والزهري قال بذلك، لكن الحق أنه لم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فهم من تقييد أم محصن بأن لها طفل لم يأكل الطعام حسبوه شرطا. والحق هذا المسألة فيها نظر، لكن بعض العلماء يقولون بأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي أصح بالعمل به، وهو أنه ينضح على بول الصبي. المسألة الكبيرة في هذا الباب هي مسألة لم يطعم الطعام. لما قالوا؟ لأنه إذا أكل الطعام صار بوله إيش؟ متحللا شديدا، فهذا يكون أنسب وأقرب إلى الغسل. نعم شيخ. قال: وهذه نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباعها أولى، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصح من قول من خالفه. انظر هنا عندما طبعا هو بيرد على من؟ بيرد على الحنفية والثوري. هنا الرد هنا رد على الحنفية والثوري، لأنهم قالوا أن يعني استعملوا النظر مع وجود النص، والنص فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن بول الصبي كبول الجارية لجمع النجاسة بينهما. قلنا هذا نظر، والنظر يعطل مع وجود الأثر، ولا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فنقول كما قال ابن قدامة، وهو قول عظيم جدا في هذا الباب، قال: وهذه نصوص صحيحة عن النبي فاتباعها أولى. نعم طبعا. فإذا صاحب المغني قال في بول الصبي ردا على الحنفية
والثوري قال هذه نصوص صحيحة عن النبي فاتباعها أولى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح من قول من خالفه. قال رحمه الله فصل. قال أحمد الصبي إذا الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهى غسل بوله. شوف إيش قال إذا أراده. قال فصل. قال أحمد رحمه الله الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله وليس إذا أطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاما يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله، والله أعلم. إذن المسألة هنا على إرادته واشتهائه، أنه إذا أراد الطعام واشتهاه يكون الغسل، لأنه سيتحلل ويكون الأمر على القوة. أما إن لم يكن وكان الأمر عابرا وهو لم يفطم فيبقى الحكم على ما هو عليه، لأنه لم يأكل الطعام راضيا به ولا مشتهيه. هنا بيقول المصنف في هذا الباب إذا اشتهى وأراده، فجعله إذا اشتهى وأراده غسل بوله. من أين أتى التقييد؟ من أين أتى المصنف في التقييد إذا اشتهاه وأراده؟ يرجع كالكبير، يصير كالكبير. أريد من أين أتى به؟ هذا لعك نور القرآن صلى الله عليه وسلم. شيخنا ذكر هنا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر ومع ذلك رش بول الصبي، فده ده أنه خلاف العلق أو غير ذلك. والحق أنه أتى بأراد واشتهى على أساس حكاية الفعل، بأن محسن قالت لم يطعم الطعام، يعني لم يطلب الطعام، لم يطعم الطعام، لأنه لا يمكن أن تقول لم يطعم الطعام وهو قد حنك. كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، وهذا مشهور على جميع النساء المدينة. فإذا لم يطعم الطعام يعني لم يشتهى، معناها لم يطلب الطعام، فلذلك أخذ منه هذا الباب. قال مسألة. قال والمني طاهر، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه كدم. قال رحمه الله، هذا عجيب جدا في عن أحمد، عجيب جدا، مع أنه قال بأن طهارته واردة في هذا الباب. هو في المذهب هنا في تذبذب معين على أساس أن الأصل في كل ما خرج من السابلين أنه إيش نجس، وأيضا القياس على المذي، لكن هو الشيء الوحيد الذي جعله يقول بطاعتي بطهارتي هو ايش؟ نعم. قال اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في المني، فالمشهور انه طاهر، وعنه انه كالدم اي انه نجس ويعفى عن يسيره، وعنه رحمه الله انه لا يعفى عن يسيره ويجزئ فرق يابسه على كل حال. والرواية الاولى هي يعني قول مرة ثانية يعني اختلفت الرواية. ابراهيم هو الاولى، ان تنتهي من الجامعه وبعد ذلك تتفرغ لحفظ القران وطلب العلم. تفضل. شيء قال اختلفت الروايه عن احمد رحمه الله في المني، فالمشهور انه طاهر، وعنه انه كالدم اي انه نجس ويعفى عن يسيره، وعنه رحمه الله انه لا يعفى عن يسيره. نعم. ويجزئ فرق يابسه على كل حال. والروايه الاولى هي المشهوره في المذهب، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما امسحه عنك بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت. وقال ابن المسيب رحمه الله إذا صلى فيه لم يعد، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله غسل الاحتلام أمر واجب، غسل الاحتلام أمر واجب، وعلى هذا مذهب الأوزاعي والثوري. وقال أصحاب الرأي رحمهم الله هو نجس ويجزئ فرق يابسه، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعة، قالت ثم أرى فيه بقعة أو قالت بقعة، قال وهو حديث صحيح. قال صالح رحمه الله قال أبي غسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية. وقد جاء الفرق أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في المني يصيب الثوب،
إن كان رطبا تغسليه وإن كان يابسا تفركيه. قال وهذا أمر يقتضي الوجوب ولأنه خارج معتاد من السبيل أشبه البولة. قال خلاص. إذن هنا مسألة المني كما قلنا أن الإمام أحمد يعني له روايتان في هذا الباب المشهور عنه بأنه طاهر، وهذه الشهرة جاءت عنه كما قلت في تذبذب في المسألة، كان يرى أنها يعني لما خرج مخرج البول أو كانت على أقرب إلى المذي فقال بأنها ناجسة، وهو شبهها بالدم أصالة، ووجه شبه الدم إيش؟ مسألة الاستحالة. نعم. فهم يرونه أنه استحال مستحال أو مستحيل، فيقولون بذلك يعني لذلك أحمد يرى أن شرف بدء الخلق منه جعله طاهرا، لذلك ترى الرواية الأخرى عنه أنه كالدم وهو نجس ويعفى عن يسيره، وقال يعفى عن يسيره هنا لمشقة الاحتراز، يعفى عن يسيره على ما قال تركيبا على الدم لمشقة الاحتراز، وهذا من فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنه هو يرى بأن الفرق هذا عفو، ولذلك قال يجزئ فرق يابسه على كل حال. والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب وهي طهارة المني، وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس قال امسحوا عنك بإذخرة أو خرقة دلالة على أنه ليس بنجس ولا تغسله إن شئت، وقال المسير إذا صلى فيه لم يعد، وقوله إذا صلى فيه لم يعد يعني هذا ليس بنجس أو يسير يعفى عنه، والصحيح أنه طاهر، ومذا بالشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وأما الحنفية فقالوا بأنه نجس، والحنفية لا ضرر عندهم في هذا لأنهم يرون أن الطهارة تكون بكل شيء، تكون بالماء والمائعات، بل يرون الطهارة أيضا بالشمس، بل يرون الطهارة بالريق، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تفعل ذلك بريقها فتقعصه ثم تصلي فيه، هذا فيه نظر كبير جدا، والطهارة لا تكون إلا بالماء لعموم قول الله تعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم، قال ليطهركم بالماء، ولو كان في غيره نفس ما في الماء لبيانه الله جل في علاه، لما لبيانه الله لما ولما لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم النص، وإن بيانه يسر على الأمة في هذا الباب، فصحيح أنه لا طهارة إلا بالماء، والفرق هنا دال على طهارته، الفرق هنا دال على طهارة المني وليس بنجس، فاكتفى فيه بإيش؟ اكتفى فيه بمسألة الفرق في هذا الباب. قال ولنا قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، قال متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما امسحه عنك بإذخرة أو بخرقة ولا تغسله إنما هو كالبزاق والمخاطي. لما قال كالبزاق والمخاطي هذه دلالة واضحة جدا أنه مثلها لك بإيش؟ مثلها لك بطاهر، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على اقتناع الصحابة بطهارة المني. قال رواه الدارقطني. الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، هو الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. قال رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم يكن نجسا كالمخاطي، ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا قطين، ويفارق البول من حيث إنه بدء خلق آدمي، ويفارق البول لأن البول الإجماع على نجاسته، والحق أنه ليس بسير نفس المخرج، ليس مخرج مني ومخرج البول، نقف عند هذه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.